ويلكم باك للشارع بتاعتنا. انا ريلي جيكوبس. لو انت ناس جديده هنا وما تعرفنيش وانا بعمل محتوى جيمنج كده على بسيط على صغنن، لو انت شخص جديد هنا ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب ولايك عشان الفيديو حلو ان شاء الله هيعجبك، وشير علشان انا بتعب في المحتوى ده ومحتاجه ان ناس تشوفه، فانت بعته لاصحابك او لقرايبك او لاي حد انت عارف ان هو بيحب الجيمنج. ويا ريت تدخل التيك توك تعمل لي فولو والانستغرام، لان انا دلوقتي ترندنج على التيك توك وما احبش ان انت تفوتك اللحظه دي. ايا كان، الحلقه اللي فاتت كانت تقيله علينا لان للاسف سام اتكل على الله ومات هو وهنري. هنري اضطر ان هو ينتحر، فالحلقه دي ربنا يسترها علينا وما نقعدش نعيط وما يحصلش مصيبه. من غير يعني كتير تعالوا نكمل The Last of Us Part 1. طيب احنا المفروض كده بقى ان احنا اخر حاجه بندور على تومي. Jackson County. المفروض بقى ان تومي في مدينة جاكسون. More than a few miles. You ready to see dear old brother? I'm just ready to get there. You nervous? تعال يا ستي، واضح ان في عربية كانت ماشية من هنا ولا ايه؟ هو ايه الآثار دي؟ مش دي آثار عربية ولا ايه؟ أيا كان. عربية ايه يا جماعة؟ كنت بقول لكم في آثار عربية. بس ده ما واضح انه موضوع جديد، يعني العربية دي لسه ولا عربيتين؟ واضح ان في عربيه هنا خبطت. استنوا نلوت بس الدنيا كده، استنوا يمكن في اي حاجه هنا حوالينا. حاجه هنا. ده سلاح جديد، ده مش ده الديابلو ده اللي شو اسمه ايه؟ هو زي الرايفل بس الديابلو، هو ده. انا كنت محتاجه ده. عربيه خبطت والتانيه بقى اترمت هنا، المفروض يبقى في عربيه تانيه بقى. بصوا اتقلبت اهي، عربيه تانيه مقلوبه. والله التفاصيل دي بجد بحبها في الالعاب، بجد التفاصيل دي. يعني انت حرفيا عرفت اللي حصل من اثار الاثار اللي على الرمل. انت ما تدخليش دلوقتي ما بين الاخوات، انت ما تساليش اي حاجه ليها علاقه بالاخوات. ماشي يا إلي، هم واضح يا إلي ان هم مش على علاقه ودوده، فانت ليه بتسالي الاسئله المتخلفه دي؟ دي اسئله عائليه برايفت يا حبيبتي. Yeah, your friend Marlene. عيلة نويزي، عيلة نويزي. I kept him busy for a while, but just like Tommy, he eventually quit that too. How was it? The last time you saw him. I believe his last words to me were, "I don't ever want to see your goddamn face again." طيب واضح إنها كان conversation يعني. I suppose we're gonna find out. I don't ever want to see your goddamn face again. طرنيش وشك يلا تاني. Keep going. يكش شوف وشك تاني. وهو رايح يدور عليه. يعني هي الدم ما تحولش الميه يا جماعه خالص خالص. واو، وات ذات؟ هايدرولكتريك باور بلانت. يا ستي دام اللي هو اسمه ايه ده يا ربي بالعربي؟ دام يعني ايه؟ اسمه ايه يا ربي بالعربي؟ لوك، اي نو وات ات از. نسيت اسمه ايه بالعربي؟ لا يوس شيف فور شور، فور شور يوس شيف، عشان اكيد في حاجات جميله. يا سلام، اقواس كتير والحياه حلوه اهي. الحياه تبتدي تحلو يا جماعه. ياه، كم الايمو والحاجات الحلوه. خرب بيت كده بجد. تعالى نشوف نقدر نعمل ايه. نقدر نعمل واحده من القنابل الشوكيه. ده يا جماعه اللي هو سد يسد الميه. يلا نلف لف يا عم جول، لف يا عم جول كمان. اتشجع كده واسترجل، اتشجع كده واسترجل، استرجل كده واشرب بريل لو سمحت. انا عارفه ان البريل عندكم خلصان في الابوكاليبس، بس برضه يعني حاول تلاقي حبه بريل. انا فاكره البازل دي، يعني في بازلز كده كانت قرفاني لدرجه الواحد ما يقدرش ينساها، فانا فاكره ان دي كانت الحاجات تحت كمان. ايوه، هندور بقى على البالت اللي هو المفروض نعديها الناحيه الثانيه عشان هي تسلك لنا السكه. تعالوا نجيب البالت اهو. زق شويه يا عم جول، زق شويه. ايوه، برافو عليك. اطلع كده بقى فوق، اطلع فوق. الحمد لله ما متناش. تعالي يا بنت يا إلي عشان تروحي لنا الناحيه الثانيه وتجيب لنا البتاع عشان نعدي. تجيب لنا الناحيه الثانيه دي، معرفش بقى اسمها ايه. اتفضلي نطي. مش عاجباكي ولا ايه؟ مش هتنطي؟ اهو انا هنا اهو. يلا يا امي، لازم اوصل لها البتاع بالظبط علشان تتحرك. مش فاهمه ايه ده يا جماعه. والله شكلك كيوت وانتي متشعلقه كده، وانتي حاسه ان انتي خلاص لو وقعتي في الميه هتموتي. والله شكلك كيوت وانتي ايه، مش اجراميه، مجرمه صغيره كده، بلطجيه صغيره. نرجع احنا بقى. لا استني، طب لما اعدي لحسن الطيار ياخدني. اوكي اهي، البنت بتفهم اهي. هو بي كيرفول كروسنج ذات ثينج. اي ويل. اوه، هاي فايف. قشطه عليكي. ياه.
عبيطة قوي. اي اصوات كلاب يا جماعه دي كلاب الشوارع، مش هعرف اتحكم فيها لو اتنططت. تمام والله يا جماعه الساعه 3 الفجر ولا 2 وربع دلوقتي الفجر، فانا هروح فين من الحياه؟ انا هروح فين؟ ازاي هوطي الصوت اكتر من كده واخلي الدنيا مفيش دوشه؟ اعمل ايه بس يا رب؟ كل ما اجي اصور حاجه تطلع مفيش، يا رب يعدي عليا 30 دقيقه بدون اي اصوات. تعالى ندخل. لا استني استني، عايزه اشوف المكان هنا في ايه. في حاجه هنا؟ استنى استنى استنى، في خريطه. انا ما اعرفش دي خريطه ايه، بس هي خريطه حلوه وخلاص ناخدها كولكتبل وخلاص. وفي حاجات حلوه ايه. تعالوا نعمل واحده كمان من الحاجات الشوكيه دي، القنبله الشوكيه. انا بحب القنبله الشوكيه دي قوي يا جماعه بصراحه، انا مش هضحك عليكم، انا بحب القنبله الشوكيه. تعالوا نفتح، نخبط على تومي اللي هيموتنا ده ان شاء الله. سمع هوس، افتحوا الباب. اوبا هيموتونا اهو، هيموتونا. بالراحه يا حاجه بالراحه. معانا طفلة، يعني مش باين ان احنا مسالمين. Please tell me you're lost. احنا lost فعلا. Oh, we didn't know the place was occupied. We're just trying to make our way through. Through to where? They're all right. But you know these people? Know him. He's my goddamn brother. Tommy. Holy shit. عودة الاخوة. How you doing, baby? عودة الاخوة. Goddamn. عودة الاخوات يا جماعة. انت مش كنت اخر مرة شفتنا كنت تقول عايز تموتنا وبتاع؟ فجأة وحشتك يعني، وحشناك فجأة وحشتك. شوف يا جدع، الواحد لما النعمة تبقى في ايديه ويقعد يتبطر عليها كده ويتنطط. مام مرات اخوك. ماشي مرات اخوك هتموت. considering you're my brother-in-law. We all gotta get wrangled up at some point. Ellie, right? Yeah. What brings you through here? That's kind of a long story. واحنا طبعا مش هنقول لها ليه. احنا ما نعرفكيش حاجه، احنا لسه لازم نثق فيها الاول. احنا هنقول لها كده على طول كل حاجه بالسهل، مش عشان هو اخوك اخوه يعني. ماشي. اقفل البيبان عشان الزومبي هتيجي علينا دلوقتي. اوعى تنسى تقفل البيبان. False alarm. They're friendlies. We've been dealing with raids. قولي لو في اي حاجه الوتها في ام المكان ده. فاش اخد الراديو بتاعك ده. مفيش اي حاجه كده بسرقها منكم يا جماعه. مش تجيبوا لنا كده مثلا وجبه؟ يعني احنا لسه ضيوفكم يا جماعه، يعني علبه تونه على علبه خوخ معلب، اي حاجه. طيب واضح ان عندكم حصنه، يعني اكيد عندكم مثلا بقره، خروف. قطعوا لنا خروف كده واعملوا لنا حفله، اي حاجه يعني. ازيك يا عم الحصان يا جماعه؟ بصوا التفاصيل، بصوا التفاصيل، شايفين العروق في وشه؟ تعالوا نطبطب على الحصان. حصحوسي، خد يا حصحوسي. يخرب بيت كلاب الشارع بجد، بوظوا لي جميع الفيديوهات. الكلاب على طول يعني متضايقه. مين ضايقهم؟ ما تعرفش، هم بيهوهوا بس. باي باي يا حصحوس، باي باي يا ولدي، باي باي. تعالي بس كده افتحي لنا الباب علشان نحاول نلاقي عندكم اي لقمه، عشان الواحد يعني على اخره ما افطرش من الصبح. ممكن بعد اذنك يعجب لنا سندوتشين كده جبنه يرم عضمنا، او سندوتشين اي حاجه يعني. مش هنعترض على اي حاجه. بيزي وومن، بيزي فيري بيزي وومن. احنا عارفين يا حاجه. Go with Maria. Put some food in you. يا جول يا جول، إلي أول مرة تشوف الست دي يا جول. لازم نعمل لها اختبار ثقة الأول. I'm sending Tommy over. Stand by. This will be the sixth time of them trying to get the turbines back online. We've been here just a week and it feels like forever. قول يا عم الحاج. I got something for you. قول. Last year قول. انا حاسس ان احنا هنقعد نضرب في بعض كمان شويه. والله ما خدت بالي من ام الراجل اللي نام فوق. انت زي مستكانيس كده واحنا عمالين نرغي. يا عم تومي، يا عم تومي، الراجل بيحاول يموف اون. تومي انت جايب له صوره لبنته اللي ماتت في ايديه. يا عم تومي يخرب بيت ام غباوتك. والله بجد. زوم ان يا عم، زوم ان. ورينا ساره، ورينا ساره. اديله الصوره. هو مش عايزها اصلا يا عم الحاج. ارحموا 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 الناس يا جماعه، يرحمكم الله. I'll hold on to it for you. Tommy, والله تومي ده ما مش بيفهم في الاصول. I need to talk to you privately. Yeah, okay. Let me just check on my guys real quick.
تتشكي ايه يا عم الحاج؟ يا عم الحاج انت لسه كنت معاهم من 5 دقايق، انت في ايه؟ يعني اخوك جاي لك من سفر تقوم تخليني الف وراك مع شغلانتك كده؟ طب اعزم عليا بكوبايه شاي، اعزم عليا بكوبايه ميه حتى يا اخي، مش كده؟ انا عارف ان انت هتقول لي اعمل لك شغلك دلوقتي، انا متاكد. اتفضل. I don't know what you heard, but you should see the town. المدينه. We're over 20 families strong now. 20 عيله ماشي. Maria and her father, they set up this place with the idea of being self-sustained. We got crops and livestock. يعني انت هبل مش عارف تشد حته البتاعه دي؟ هات اي حاجه تشد. ايه ضهرك وجعك والله؟ والله ضهرك وجعك؟ ما تساعده يا زفت يا اللي واقف انت، ولا انت بتحرس بس؟ هات الازازه دي عشان اقوم ازهق من توم دي في وشه على طول. ايه ده؟ عندهم كلبوك. خد كلبوك. خد يا كلبوك. يا دول 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 كلبوك صغنطوط كيوت. والله انت كيوت يا باكلي. والله اسم حلو باكلي ده. That's a good boy. Good boy باكلي. Good boy باكلي. باي باي يا باكلي. Good dog. معلش بقى انا بقى احب الحيوانات بقى، ما تبصوليش كده. الله. لا استنى بقى عشان واضح ان في حاجات تتلوت هنا. بلاتو جينيوسز بلاتو زفت. استمر على اللي جابونا لو سمحت. اوه ده في ورك بنش هنا. اوه مانيوال مانيوال. قول لي مانيوال جديد. قشطه قشطه قشطه. والله بجد هو احنا معانا حاجه الابجريد اي حاجه؟ اعتقد معناش حاجه يعني، ولو معانا يبقى معانا الابجريد واحد بس مثلا. بصوا لا ايه ده احنا معانا كتير قوي، معانا 121 حته. انا معايا مسدسات كتير قوي يا جماعه والله. انا عايزه ابجريد البتاع ده. البتاع ده بجد هيساعدنا يا جماعه، ما تعرفوش البتاع ده بجد حلو قد ايه. بجد بجد لازم انكوايرز ليفل 4. طب نعمل الريلود سبيد اللي في ايدينا دلوقتي. البتاع ده بجد بجد يا جماعه حلو قوي. الديابلو ده بجد حاسه ان ده ماي فيفورت بعد الشوت جان. وتعالوا الابجريد البتاع التاني ده اللي هو الشوت جان الصغير ده. السبريد احنا مش مأبجريدين اي حاجه فيه لا حول الله، عشان الريلود ده على طول حاجه مهمه في كل حاجه. ونعمل الكاباسيتي اللي هو كميه الطاقه. هات الكاباسيتي لو سمحت. الله عليك يا جول. في الفاير ريت والحاجات التانيه دي، بس يعني الواحد عايز يابجريد الكوس لان معايا كواس كتير. انا معايا كواس كتير فعايز مش هعرف حتى ابجريد الكوس. ايه الفقر ده يا جدع؟ تعالوا نعمل ريلود سبيد على الشوت جن، وتعالوا نعمل الرينج اللي هو الضرب يوصل لحد فين، اللي هو مسافه الطلقه توصل لحد فين. والحمد لله مش معانا اي حاجه نعمل بيها اي حاجه، فنطلع من البؤس ده. قشطه جدا. نرجع بقى لعم تومي. انت فين يا قسطى؟ ايه يا جماعه بتعملوا ايه؟ بيحطوا البتاعة دي على البتاعة دي؟ بيعملوا ايه يا عم تومي العيال دول؟ بيركبوا البتاعة دي؟ ده تلاقيه اللي هو البتاع بتاع الباور ده اللي بيصنع كهرباء. ايوه اوبا 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 هتشغلوه ولا ايه؟ هنلاقي الدنيا بتنور دلوقتي ولا لسه؟ ها العيد وصل. العيد جه يا جماعة والدنيا نورت. احنا في عيد دلوقتي. قشطه عليك قشطه عليك انت وهو. المهم ان معانا كهرباء. يلا يا عم الحاج عشان في conversation serious قوي دلوقتي. conversation ايه يعني؟ هيخليك تحاول تموتني كمان شويه. They're good men. This place gives them a second chance. Gives us all a second chance. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure. ايوه ابدأ له بالسبيتش. ابدأ له بالسبيتش الطويل. لازم مقدمة للموضوع عشان ما ياخدش الصدمة، يعني ياخدها بالراحة، وهو بيتصدم يتصدم بالراحة. Go on then. She's immune. Immune to what? Oh, come on. I know, I've seen her breathe enough spores to take down a dozen men. Nothing. Now, I wouldn't have believed it neither, but I can show you. All right. I'll bite. اقعد اتعنطز علينا بقى يا عم تومي عشان المكان مكانك هيتعنطز علينا. احنا عارفين الكلام ده. You finish the job, you collect the whole damn payment. I haven't seen a firefly in years. You know where they are. Now, I'm not asking for much, Tommy. I just want some simple gear enough to set me on my way. What makes you think I'd do this for you? This isn't for me, Tommy. This is for your damn cause. My cause is my family now. You ain't talking about some walk in the park here. Jesus, boy. Have Maria get some of your born again friends to do it. They got families too. Tommy, I need this. You want some gear? Sure. But I ain't taking that girl off your hands.
This is how you gonna repay me, huh? Repay you? For all those goddamn years I took care of us. Took care? That's what you call it? I got nothing but nightmares from those years. You survived because of me! It wasn't worth it. I bring you the cure from mankind, and you wanna play the pissy little brother? We ain't back in Boston. You lay your hands on me again, it won't end well for you. The hell is that? We're under attack. You still remember how to kill, right? Yeah. اطلع ايه ده دي جت في وشه. طب ما احنا نلعب بالبتاع شويه. اطلع ما جاتش. اشطف هات بس السهم ده وهات الطلقه دي. هات الطلقه دي لو سمحت بس كده. اطلع كده بسرعه بسرعه عشان احنا مش هنقعد ساعتين هنا بقى. ده انا وقعت. ده ازاي؟ انا مش فاهم يا جماعه والله. مش فاهم الضربة بتيجي فجأة. ناخد بالنا بقى عشان هنموت كده. خد انت الواد على اليمين وانا اخد اللي على الشمال. هو باين انه عايز يتضرب ويموت النهارده. يا اخي يا اخي طب اديني فرصة موتك. ايوه نجيب الواد ده بقى. يا دي النيلة. اه ده التاني طلع. بس كده هات ده بقى. هوبا. لا استنى هات الشوت جان الصغير. انا محتاجه الشوت جان الصغير لو سمحت. هيطلع دلوقتي هيجي لي ده. يا خرب بيت كده اطلع. ريلود لو سمحت. هو فين؟ هو فين بس؟ يا اخي يا اخي مش كده. اوكي اوكي موتته الحمد لله للمره العاشره للمره الثالثه يعني. بس يعني ايه؟ ايوه اديني بس الماسوره دي والنبي استني استني يا امه استني يا امه ده احنا مش معانا اي حاجه في اي حاجه. اديني فرصه بس الوت. الي هايد يا دي النيله البت معاها. انتوا بس الحاجه دي. اطلع يا ابني اطلع يا عم تومي لو سمحت. تقريبا معايا ايوه معايا طلقتين. ريلودهم ريلودهم لو سمحت. ومعانا في البتاعه دي بس لا مش مشكله الماسوره حلوه برضو. هاتهم ادي واحده اهو ادي التاني طلقه طلقه ونص. يا دي النيله دول في التانيين جايين. هاتوا بس البتاع ده عشان ايه ان كيس اتزنقنا. ان كيس ايه اتزنقنا. هما فين بقى يا معلم؟ اه في واحد تحت. ايه ده ايه الفقر ده يا جدع والله بجد فقر. بس هجيبه يعني. هو هيروح مني فين؟ انا هجيبه. هو هيروح مني فين؟ انت فاكر ان انت هتروح مني في حته؟ قشطه خلصت على واحد. الواحد لا محتاج يجري. They're fighting on the bridge. اه ده في اربعه ده في اربعه. استنى انا هقول لك هنرمي عليهم دلوقتي البتاع الحلوه دي. ها فجر يلا شاطر. ايوه هو الكلام ده هو الكلام هنا. قشطه قشطه يلا اهو اهو هم هيموت اهو يا جدع. ريلود بسرعه لو سمحت. اقول لك انا هقول لك انا دلوقتي نعمل اتشفت. انا اتشفت انا كده اتشفت انا كده هموت. هما فين؟ اه هما اتنين اهم. انا برضو مش شايفه من ام الدخان اللي انا دخنته ده. قشطه مفضلش غير واحد بس. فاشل تموت الحمد لله. ما موتش الحمد لله. استنى بس نلوت ام الصن اوف بيتشز دول نلوتهم. يا ابني استنى بقى بلا جيرلز بلا نيله. احنا محتاجين نلوت. ريلود الشوت جن ده لو سمحت. احيي اه في واحد هنا اهو. الحمد لله مش معانا اي حاجه. هات الديابلو لان كان في ايمو ايمو كان واقع. هات بس الايمو الاول. في حاجه ايمو هنا اي ايمو. جو ايه يا عم مالك بتنادي عليا؟ انا عرفت هو بيقول لي مين دلوقتي. طب احنا بقى لازم ناخد بالنا. واتش ماي باك. اوكي 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 انا بقول لك اهو قشطه قشطه. حد تاني؟ كلهم ماتوا؟ طب قشطه ما هم عايشين اهم يا جماعه اهي
الحمد لله الحمد لله. You okay? Yeah, I'm fine. Oh, oh man, they were coming in from every direction. Then Maria was like, we gotta run and so we over these tables and this Jewish guy blasted us. Slow down. Listen, then, hey, are you hurt? No. God damn it. I need to talk to you. ايه دلوقتي بقيت الاخ الحنين يا ستي ما لو كان فيه somebody else كنا رحنا له. What's that all about? Does that have anything to do with me? We'll talk about it later. Did he tell you where the lab is? We'll talk about it later. Later. Right. One fuck up and then I turn into one of those widows, okay? I have to do this. I don't know what else to say. Fine. Maria. Here we go. You. If anything at all happens to him, it's on you. جو الزوجة المتعصبة اللي عايزة تحمي جوزها يعني المفروض العكس يعني بس ماشي. Yeah, I know. عارفة فعلا دول المفروض ما يبقاش يعني ما بيروحش أصلا يعني. It's best this way. Well, maybe some real good will come of this. I need to talk to Ellie. Say again, I didn't hear you. Joel! Wait, what is it? That girl of yours. She took one of our horses and rode off. Damn it. Which way? Come on. طبعا. I just saw her riding on طبعا, out of here. طبعا. Go back inside. المشاغبة clean the place up. ابتدت ترجع للمشهد تاني. ده الخطوات بتاعتها يعني. طب يلا يلا يا حصان يا حصحوس اجري وانا وراك ان شاء الله اجري وانا وراك. دخلت هنا ولا ايه؟ يلا 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 بس يلا يلا بس عشان ايه مش لسه هنقعد بقى نرغي بقى ونقول بيت مشاغبه بقى والكلام الفارغ ده. لا حصل حصل اكيد ما راحتش الطريق ده. طب اكيد هي هنا يعني اكيد هنا. في خطوات حصان برضه هي ثينكينج ان انت بتستغنى عنها فقالت تمشي في طريقها بدل ما تقعد تستناك وانت عيل ما بتفهمش. هي هنا ولا ايه؟ كانت بتستحمى هنا في الشلال ولا ايه؟ هي شكلها هنا. يا دي النيلة يا دي النيلة يا دي النيلة. جات في الباك ايه؟ حتى لو جات في الباك ما هي مش هتفرق. اوكي خبطته ها اطلع تاني يلا عشان اخلص اهو. ايه ده هيحدف عليا مولوتوف. لا يا ريلو يا جول يا جول اللود. احنا ايه لازم نتحرك عشان اللي احنا فيه ده غلط بس يعني ولا بس كده. اللي بعده في واحد جنبي. قوم اطلع وريني وشك. بس الحمد لله. وفي مين تاني حوالي؟ ده في كتير حواليا. يا دي النيله. طب احنا ناخد بالنا بقى. ده في واحد جاي اوريدي. هو ورايا ولا ايه؟ لا مش هنا ولا ايه؟ يا دي الفقر يخرب بيت كده. يا لهوي اديله في وشه. يا نهار اسود. مش طب الحمد لله. هما فين؟ يخرب بيت كده. طب انا معايا طلقه في معايا. يا نهار اسود. واجينا اوكي. هو فين بقى اللي بيقول لي there you are ده؟ اطلع ولا يجي لي من الناحيه الثانيه ده. هو في جليتشات في اللعبه دلوقتي. لسه في حد تاني ولا ايه؟ ما انت مستخبي يا عم تومي. Which means ان في حد تاني. لا مفيش حد تاني. Back to the horses. يخرب بيت كده. الادرينالين في الجسم هيفرقع. يلا نروح نجيب زفت الطين دي الي. كله منك يا زفت يا الي انت. كله منك. هي القصة كلها
متوحمر عليه يعني عليها يعني كل حاجه حصلت لجول كان بسببها. ده حصاني ولا حصانه؟ طب هي هتفرق اخد حصانه ولا حصاني؟ مش هتفرق والله. يلا يا عم الحاج اركب. طب احنا عامه بقالنا ساعه بندور على الحلوه، بقالي شويه بجري بام الحصان ده. يلا يا عم، يلا يا عم الحاج. هي هنا ان شاء الله هنلاقيك يا بنتي. انت هنا، انا عارف، انا قلبي بيقول لي ان انت هنا، او مش قلبي يعني، بس انا لعبت اللعبه. ايه حوار الفيران هنا؟ والله بجد اللعبه دي فيها فران كتير قوي. انت يا زفتة انت فين؟ هنا تقريبا، هنا ولا ايه؟ هل يا ترى هنا؟ هنا. Is this really all they had to worry about? Boys, movies. انت ما تعرفيش ولا احنا ناس فاضيه؟ احنا جيل التيك توك يا بنتي، جينزي. Get up. We're leaving. And if I say no? انت فاكره ان هو بمزاجك؟ What your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time. Tommy knows this area. Oh, fuck that. Well, I'm sorry. هي مش بتثق فيه، هي بتثق فيك انت. افهم بقى. بالدماغ. What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. Not her, you know. What? بلاش بقى تضغطي على الحته اللي الحته الحساسه، مش كده؟ You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people too. You have no idea what loss is. لا انت برضه ما تعرفش هي خسرت ايه بقى. لم نفسك. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. And we are going our separate ways. Get it together. We're not alone. There are two walking in. There's more inside already. والله العظيم يا جماعه المشهد ده افشخ مشهد في اللعبه كلها بجد. ده بجد احسن. انا هجيب الكوز بقى عشان انا تعبت يا جماعه. استنوا، ما شبه شافوني. يا دي الفقره بقى، انا هعيدها. لا انا هعيدها بقى، مش هينفع. احنا نجيب الكوز بقى علشان ايه؟ قشطه. تاني فين؟ هيطلع هنا جاي. قشطه. يا الجلح، والله حظ، والله حظ بجد. هاتوا بقى البتاعه دي، انا فاكره ايه هم هيتجمعوا هنا وهنفرقعهم اهم. اديهم فحت. ماتوا ولا لسه؟ الحمد لله. يا في ثواني، تعالوا ايه ده؟ لا مش قصدي، ده مش قصدي اللي انا اعمله ده، مش انا قصدي ان احنا نكرافت بس الميد كيت. Let's get back to the horses. حاضر حاضر، I'm get back to the horses. عيني. يلا تعالى انت وهي عشان ما اوريش غيركم. في ايه يا عم؟ ما احنا لسه مخلصين عليهم جوه، انت مالك متنشن كده؟ We're clear. زعلانه ليه يا ستي؟ زعلانه ليه؟ احنا غلطانين، احنا عايزين مصلحتك بس. هو ده اللي انا هقوله بقى، هو ده كل اللي انا هقوله. نرجع بقى لجاكسون. الراجل ده يروح لمراته، مراته تسكع قلمها تقول له انت كنت فين يا حيوان؟ سيبني كده وتمشي.
للدرجه دي اتخليت عني. يخرب بيت كده مشاهد جامده قوي والله والله. مشاهد شكلها جامد يعني بجد. الانيميشن رائع بجد في اللعبه دي. الريماستر فيرجن فيها اللي هو الريميك جامده بجد يعني. دي لاست بس انا كنت شايفه ان هي لعبه فعلا تستاهل ان يبقى فيها ريميك يعني. احنا كنا محتاجين لاست بس ريميك بصراحه. Where is this lab of theirs? It's all the way out, University of Eastern Colorado. Go Bighorns. Ellie, get off your horse. Give it on back to Tommy. I'm gonna hang on to this fella, if that's all right with you. Go on, don't make me repeat myself. اخلصي بقى هو بس هيوديك. Your wife kind of scares me. I don't want her coming after me. Sorry for stealing your horse. Well, come back to town. Let's discuss it at least. You know me, my mind's all made up. University, Eastern Colorado. How do I find this lab? It's in the science building. Looks like a giant mirror. You can't miss it. You take care of that wife of yours. There's a place for you here. You know? هو برضه مش عايز ياخد اخوه من مراته. والله بيفهم ذوق يعني. دي حركه ذوق. طب يا جماعه يا رب يكون الفيديو حلو وعجبكم وانبسطتوا وكل الحاجات الجميله دي. ما تنسوش ان انتوا تعملوا سبسكرايب واعمل لايك يا عم الحاج واكتب لي كومنت حلو وقول لي عايز تشوف في ايه. انا بفكر ان انا العب لاست باس 2 بعد لاست باس 1 عشان عارفه ان انتوا بتحبوا الالعاب الكونترفيرشال دي. ايوه انا عارف. بس برضه تروح تتابعني على التيك توك عشان انا ترندنج ومش عايزه ابقى ترندنج لوحدي. تعالى ابقى ترندنج معايا يعني. واعمل لي فولو على الانستجرام او ابعت لي دي ام لو عايز تبعت لي حاجه خاصه. ممكن تبعتها لي في الدي امز بتاعه الانستجرام انا برد عليها. وبس يعني تصبح على خير عشان انا كمان هدخل انام. وباي باي.